بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا هو المجلس الثاني أيها المباركون في شرح عمدة الفقه موفق بن قدامة، ونحن في كتاب الحج والعمرة. يقول الموفق رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة ومرة في العمر على المسلم البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. إذن هنا المصنف رحمه الله يرى بوجوب الحج والعمرة. مسألة الحج لا خلاف فيها، لكن في وجوب العمرة هناك تفصيل سنذكره الآن. طيب، الآن لما نقول يجب، عندنا الأمور التكليفية الخمسة هي الوجوب والاستحباب، وهذا مأخوذ من الأمر أن الأصل في الأمر الوجوب، فإن صرف وصارف أصبح مندوبا مستحبا. الثالث والرابع التحريم والكراهة، وهذا مأخوذ من النهي، الأصل في النهي التحريم، فإن صرف وصارف أصبح مكروها. والمباح ما لا دليل أمر فيه ولا دليل نهي. والواجب في اللغة معناه الساقط، أطاعت بنو عمرو أميرا لها فكان أول واجبه. والواجب هو ما يكون تاركه، ما يثاب فاعله امتثالا، وما يكون أو ما يكون تاركه أولى للعقاب، أو ما يعاقب تاركه. طيب، الآن نأتي للفظة الحج. الحج له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح، ونأتي أيضا لأدلة الوجوب في المسألة. هي تأتي الحج والحج، حج يحج حجا، تدخل كما في معجم مقياس اللغة في نفس باب قاتل قتل يقتل قتلا. والحج يضبط بفتح الحاء المهملة وكسرها، والفتح أشهر، والحج بالكسر يعني المرة، والجمع حجج. يقول ثعلب: قياسه الفتح، ولم يسمع من العرب انك تقول حجج والجمع حجج. قال: ولكن هذا يعني زي ما قلنا الجمع حجج يبقى على القياس، نقول الجمع حجج. قال: ولم يسمع من العرب. طيب، وجاءت في القراءة العشرية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآية هنا جاءت بالكسر، وهذه قراءة من؟ قراءة حفص عن عاصم، وقراءة حمزة براويه، والكسائي براويه، وأبو جعفر براويه، وخلف العاشر. والباقون يقرؤون بماذا؟ يقرؤون: ولله على الناس حج البيت. يقول الشاطبي: وبالكسر حج البيت عن شاهد. وطبعا لما هذه الحروف العين تأتي الحفص والشين هذه لحمزة والكسائي من الشاطبية، وأبو جعفر وخلف العاشر من الدر المضية، هذه يعني استطراد في مسألة القراءة. طب الحج في اللغة وش معناه؟ قال الخليل محمد الفراهيد رحمه الله: القصد إلى معظم. وجاء في المصباح: ثم قصر استعماله في الشرع على قصد الكعبة الحج والعمرة. إذا قال شاعر: حججت إليها من أذرعات وأهلها بنجد أعلى دارها نظر عالم. إذا كل حج في اللغة معناه القصد، لكن كما قال صاحب المصباح المنير: أخذر استعمالها في الشرع على مين؟ على قصد الكعبة. طيب، شرعا القصد حيكون لمين؟ قصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص. قال بعض المؤمنين: من أناس مخصوصين، وهو أحد أركان الإسلام، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا ضروريا. وقال الشيخ تقي الدين: يجب على الحاج أن يقصد بحجه وجه الله تعالى والتقرب إليه، وأن يحذر أن يقصد حطام الدنيا،
أو المفاخرة أو حيازة الألقاب أو الرياء أو السمعة، فإن ذلك في بطلان العمل وعدم قبوله. ولذلك الإنسان تجدونها في بعض البلدان لما يرجع من الحج يكتبون على بيته لافتة كبيرة ويجعلون طرتها، واللي على الناس حج البيت الآية، وبعدين من حج فلم يرفث ولم يفسق وحج مبرورا، ثم بعد ذلك يخلى عليه لقب الحاج فلان، وإن لم يخلى عليه هذا اللقب يحزن ويأسى ويضايق، وكيف لا تقولوا للحاج فلان إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. لا، لابد أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. طيب، بالنسبة لأدلة الوجوب اللي احنا قلنا مجمع عليها بين أهل العلم، هذا الإجماع نقله ابن المنذر، ونقله أيضا الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع، ونقله ابن رشد في بداية المجتهد، ونقله ابن جماعة في منسكه، وفي السيل الجرار على حدائق الأزهار، وفي المختارات الجلية، وغيره من كتب أهل العلم. قال المصنف: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. الآن نأتي الآن لمسألة وجوب العمرة. إذن المذهب عندنا هنا الذي اختاره الموفق بن قدامة إن العمرة أيضا واجبة عند إيش؟ عند الحنابلة، هذا هو المذهب. طيب، ما هي أدلة الوجوب اللي أخذها الحنابلة هنا؟ قالوا الأدلة عندنا عند الأحمام في المسند وعند ابن ماجة بإسناد صحيح، قال من حج عائشة: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. طيب، الآن بالنسبة لهذا الدليل، طيب نأتي الآن نرى تنقيحات أهل العلم بالنسبة لمسألة وجوب العمرة. أهل الحديث والشافعية والحنابلة يرون وجوبها مرة في العمر على المستطيع مثلها مثل الحج، كما ذكرنا في الدليل المتقدم آنفا، وهو دليل رواه أحمد في المسند ورواه الإمام ابن ماجه، وهو إسناده صحيح ورجاله رجال صحيحين مع شواهده الكثيرة. المالكية والأحناء طيب، ونذكر أيضا بالنسبة لوجوبها جماعة من الصحابة: عمر وعلي، زيد بن ثابت، ابن عباس، ابن عمر، عائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين، من التابعين طاووس بن كيسان اليماني، الحسن البصري، محمد بن سيرين، سعيد بن جبير، مجاهد بن جبر المكي، عطاء بن أبي رباح. الأحناف والمالكية يرون استحبابها فقط، وقد روي ذلك عن ابن مسعود، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام. إذن شيخ الإسلام أيضا يرى بماذا؟ يرى باستحباب العمر ولا يرى بوجوبها، ويقول: والقول بوجوب العمر على أهل مكة قول ضعيف مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، يعني في غير أهل مكة فيها روايتان، يعني أحمد بالنسبة لأهل مكة لا على عمرة عليهم، أما عن غيرهم له روايتان، يرى بوجوبها ويرى مع الأحناف والمالكية باستحبابها، يرى باستحبابها. وقال صاحب توضيح الأحكام من بلوغ المرام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله، بعدما ذكر قول الحافظ بن حجر، قال: ولا يصح من ذلك شيء، يعني الأحاديث التي تفيد لوجوب العمرة، في أحاديث ضعيفة تفيد عدم وجوب العمرة،
مثل يا رسول الله أخبرني عن العمرة واجبة هي؟ قال لا إلا أن تعتمر، وحديث الحج جهاد والعمرة تطوع. قال لا يصح من ذلك شيء، يعني ما يصح شيء في عدم وجوب العمرة يعني. وشافعي ابن حافظ ابن حجر يرى مع الشافعي بأن العمرة واجبة. وقال في سبل السلام: والأدلة لا تنهض عند التحقيق على الإيجاب الذي الأصل عدمه. نعم قلت، وهذا الكلام قلنا المن للشيخ البسام، والذي يترجح عنده عدم الوجوب لا سيما للمكيين، ولكن الأفضل والأحوط هو الإتيان بها، وهو أمر سهل وميسر ولله الحمد. والمنا انتهى كلامه رحمه الله. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. ثم يوضح المصنف ما كيف الاستطاعة، يقول: والاستطاعة أن يرد زادا وراحلة بآلتها، يعني أي آلة الراحلة التي يركبها إلى الحج كالرحل والمحمل، سواء بالشراء أو بالكراء، سواء كان بالشراء أو بالكراء. وكان السلف رحمه الله لا يماكسون في ثلاثة أشياء: لا يماكسون في الكراء لمكة، ولا في الأضاحي، ولا في عتق الرقاب، لأنهم يقدمون ذلك لوجه الله تبارك وتعالى. طب وش أدلتهم هنا لما قال الزاد والراحلة؟ أدلتهم هنا حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن السبيل فقال الزاد والراحلة، وهذا راه الإمام أحمد في مسائل أبي داود والترمذي، ورجح كثير من الحفاظ أنه من مراسيل الحسن البصري رحمه الله، وفي الفروع سأل مهنا أحمد هل شيء يجيء عن الحسن أنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال هو صحيح، ما نكاد نجدها إلا صحيحا. ثم قال صاحب الفروع: لا سيما مثل هذا المرسل، فلا يضر قوله في رواية الفضل بن زياد: ليس في المرسلات الضعاف من مرسلات الحسن وعطاء، كان خزان من كل يعني كل من هب ودب، ولعله أراد مرسلات خاصة، وقد ورد له شواهد ولكنها ضعيفة، كما نقل ذلك ابن جرير في التفسير وابن جماعة في هداية السالك والإرواء والبلوغ وغيرهم من كتب أهل العلم. وعلى كل حال هي عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد. ومن وجد الزاد والراحلة هل يكون مستطيعا؟ قالوا لا، لابد مما قال المصنف مما يصلح لمثله، يعني إذا كان غنيا يحتاج زاد وراحلة تناسب الأغنياء، وإن كان من المتوسطين في الدخل مثلا فيجد ما يناسبه، وهكذا. ثم ذهب بعض أهل العلم إذا وجد زادا وراحلة وجب عليه الحج ولو لم يكون صالحين لمثله. ليه؟ قالوا لعموم قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. وطبعا في عصرنا هذا الاستطاعة تكون عبارة عن أن يجد أجرة حملة الحج، كما قال بذلك الشيخ بن عثيمين في الفتاوى، ومن كان خارج البلد أن يجد أجرة المطوف. فمن لم يجد أجرة المطوف أو أجرة الحملة فلا يعد من المستطيعين، لا يعد من المستطيعين. قال المصنف: والاستطاعة أن يرد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه. وهذه مسألة مهمة، إذا لابد تكون الزاد والراحلة بآلتها ببقية مستلزماتها زائدة فاضلا، يعني زائدا عما يحتاج إليه لقضاء دينه. فما إذا كان في ذمته في دين حال عليه سداده الآن، أو دين مؤجل لكنه إذا حج لم يستطع أن يسدده في وقته،
فلا يجب عليه الحج حتى لو أذن له الدائن، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة، وأن وجوب قضاء الدين متقدم على وجوب الحج. ولهذا اللي عليه دين حال أو دين مؤجل لكن إذا حج ما يستطيع أن يسدد هذا الدين المؤجل فهنا لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج إلا أن يأذن له الدائنون، ومنهم من قال حتى ولو أذن له الدائنون، والأولى والأقرب أنه لو أذن له الدائنون فإنه يحج. يقول الشيخ ابن عثيمين اللي عليه دين للدولة لم يسدده مثل بنك التسليف أو الصندوق العقاري، وهذا الدين حال الآن أو يحل بعد الحج لكن الحج لم يستطع سداده، فإنه لا يجوز له أن يحج حتى يسدد هذا الدين. هذا قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاواه رحمه الله. قال المصنف فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. إيش معنى هذا الكلام؟ إذن من وجد الزاد، الكلام كله عن الزاد والراحلة، إيش صفاتها؟ تكون فاضلة، أول حال نصلح لمثله، بعدين أن يكون فاضلا زاد يعني عما يحتاج لقضاء دينه، وأيضا أن يكون فاضلا عن مؤنة نفسه وعياله على الدوام. يعني إذا كان عنده مثلا عقار أجرة أو وظيفة لها راتب مستمر يكفي أولاده على الدوام، لأن النفقة هنا تتعلق بها حقوق إيش الآدمين، وهم أحوج، والله عز وجل مسامح، يعني حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. وجمهور العلماء أهل العلم إلى أنه يعد أن يكون عنده من النفقة ما يقوم بكفايته وكفاية عائله مدتها. فبعض الناس قال لك لا مو شرط على الدوام، بس يكفي أن يكون أنه يضع لهم فترة الأسبوع هذا أو العشرة أيام أو شهر ليغيبوا في الحج فيكفي حتى يرجع إليهم، لأن القول باعتبار وجود النفقة على الدوام حتى يؤدي أن الإنسان ما يحج حتى الأغنياء ما يستطيعون يحجون مثل هذا. إذن النفقة المعتبر هو أن يوجد نفقة تؤدي حقوق عياله وفترة غيابه عن الحج، فترة غيابه عن الحج. نكتفي إن شاء الله يا أخواني بهذا القدر، جزاكم الله خير، بإذن الله تبارك وتعالى في المجالس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما نحن فيه في هذا السفر المبارك، وإن شاء الله وحنتكلم على ما يخص المرأة وما يشترط لها حتى تتمكن من أداء الحج. وإلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعاية أمنه، صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله يا رب العالمين.